كل شيء كنعرف واحد المشكل اللي كان طرا لك مع المدرب فخير يعني الوقت لكن لا مشكلة والو، ما قالوا مشكل ما مشكل، ما فهمتش انا اللي مشكل. يعني كانوا قالوا كمل كمل سير. واخا قالوا لك ودينا مي وقع لك شونجمون ديالك مي غيرك المدرب ما سلمتيش عليه يعني ما بغيتيش تسلم على لا بالعكس، انا كنت شاد لي يدي لما عاد فيها وضرب لي ضرب لي ظهري وقال لي صفق على الجمهور. بسم الله صفق على الجمهور، الناس ما عادش خاطر تفهموها. قال لك بديت وانا واحده اخرى قال لك بديت كنتناقر انا وياه كاع، ولكن انا حسنا انا كنت معاه في الندوه سولته شخصيا قلت له يا ودي شنو هو المشكل اللي دار معك الصالحي. قال لي يا ودي انا جيتي عنده انت واعتذرتي ليه وقلت لي يا ودي راه غير مع الضغط ديال الجمهور هذا، وقال لك هو تقبل داك الاعتذار ديالك وقال لي بحال هكاك انا ما عندي حتى مشكل معاه. يعني هو تيقول لك انك يعني هو صرح لينا، هو في الندوه صرح لينا انك انت ما بغيتيش تسلم عليه واعتبر ان داك الشيء غير مشكل اللي كان ديال تقديم الظهور وكذا، وهو الشيء اللي قال يعني راه لا كما قلت انا تلاقيت معاه داك الشيء قلت ليه محمد راه كيعيطوا لي شنو تيقولوا تيقولوا. قال لي واقيلا راه حيت من ضربتك انا ضربتك ظهرك راه كيتعامل. قلت لي لا محمد راك عارفني انا هادشي. قلت لي وبلي ما انت قلت لي تصفق على الجمهور انا تصفقت على الجمهور. قال لي راك عارف راه من البعيد بنادم راه ما تفهمهاش وداك الشيء. قلت له صافي قلت لي صافي انا بيني وبينك ما كاين والو هادشي اللي كاين. وي سي صاحبي دابا حنا كدور ديالنا ديال الصحافه وسائل الاعلام تتحاول انها توصل الخبر كيف كان. نشرنا لنا ذاك الحويجات وخدينا صوره نيت من التلفزيون ديال لقيته مسكين انت خارج وكان هو بغى يسلم عليكم ما سلمتيش عليه. هذه الصوره حنا حطيناها في لوسيس، حنا بغينا سولناه هو قال لك اودي كاين هذه المساله ولكن هو اعتبر انك انت كنتي في حاله ما يحاسبكش عليها. دابا انت الجمهور ديال الرجاويين والجمهور المغربي يعني كلهم في الموقع ديالنا دوز لايف كلهم تيعبروا ان ما بغاوش من السي صالحي انه يدير هاد الحويجات باعتبار ديال انك وصلتي واحد النيفو اللي تقريبا راه وصلتي النيفو ديال الاحتراف لاعب اللي عطيتي شي كثير كلهم داك الجمهور ما بغاوش دير هاد الحويجات. انا دابا انا نخلي لك واحد الفرصه انك انت توصل واحد الميساج للجمهور ديال الرجاوي توضح لهم انك الصالحي انك شنو كنتي درتي وشنو ما درتيش باش تما الجمهور كله تو يعرف ان راه الصالحي ما دار والو. واخا السي صالحي تقول الجمهور ديال الرجاء البيضاوي من خلال الموقع كنبغي نقول للجمهور فريق الرجاء البيضاوي بان راه الصالح راه كيعرفو من زمان وما عمرها ما تدرات عليه شي حاجه خايبه ولا شي حاجه الحمد لله. وبالنسبه للشيء اللي قلت لك راه كما قلت لك راه انا كنت دزت من حدا فاخر ضرب لي في ظهري قال لي بيان صالح وتميت غادي وقال لي انت توصل ليه صفق على الجمهور هذا الشيء اللي طرا الناس ما شنو كيتفاهموا وداك الشيء هذا الشيء اللي كاين. وسي صالحي دابا انتم مقبلين على السفر ومقبلين على المباراه ديال العصبه الافريقيه، اشنو هو الاستعداد ديالكم وفين وصلتوا في الاستعداد ديالكم؟ اشنو الطموح ديالكم في خلال المباراه واشنو متى غتمشيو وامتى شنو غديروا؟ يعني ملي كتوصل الجمهور اشنو كاين عند فريق ديال الرجاء في خلال المباراه المقبله؟ كيعرف الجمهور فريق الرجاء راه جاب كيعرف ان الرجاء جاب لعابه كبار وباغيين يلعبوا على الالقاب واول حاجه هو البطوله وثاني حاجه هو الشامبيونز ليغ باش نشوفها مزيان. بالنسبه لهاد الفرقه ديال استاد مالي حنا راه غادي نمشيو تما باش نجيب واحد النتيجه ايجابيه باش كما كيقولوا هذاك الجمهور بعض الوداديين والجمهور المغربي تيقولوا بحال كما قلت كيقولوا حقروا على الفرقه حقروا على ديك الفرقه اللي دزنا بها 10 علاش ما نقولوش حنا الرجاء اللي كانت مزيان. الحمد لله نمشيو تما ان شاء الله باش ندير واحد النتيجه ايجابيه باش باش نلعبوا في الارتياح. وفريق ديال الرجاء دابا كيفاش ديال الاجواء ديالهم بعد النتائج اللي حققها اللي ما رضاش الجمهور ديال الرجاء مؤخرا كيفاش ديال الاجواء داخل؟ يعني كانت عندي اخر اتصالات واخر لقاء ديال مجموعه ديال اللاعبين يعني لمست فيهم صراحه لمست فيهم انهم متازمين واحد شويه وزاد من الازمه حسيت منهم متازمين واحد شويه نفسانيا بخير مع الهزيمه ديالهم امام فريق ديال الدفاع الحسن الجديدي. يعني واش جات ديك الازمه اللي كانت الضغط اللي كان عليهم نفسانيا واش مازال ولا مازال كاين داخل الفريق؟ لا بالنسبه لنا انا ذاك ما كيما كيقول بل كي مزيانه ما مزيانه سميت باش كيما كنا مشينا ربحنا بواحد خمسه الماتشات متابعين ياك كنا ربحنا وما جابش الله في جديده الحمد لله. نحاول عاوتاني باش نساو هذاك الماتش نساو ونرجعوا عاوتاني ونمشيو عاوتاني بواحد التسعه ان شاء الله احنا غاديين فيه ان شاء الله ان شاء الله. سي صالحي تنشكرك بزاف على التصريحات اللي عطيتينا. سي صالحي
واش انك سمعت انا كان لقيتي شي عروض من الخليج، شنو الصحه ديالهم حاليا؟ واش كاينه نيت هذاك؟ انا سمعت شي حويجات وبغيت نتاكد منك السي صالح، حتى الجمهور ديال الرجاء راه بغى يعرف. كان عرض واحد هو من الوصل الاماراتي، وكما كتعرف راه الفريق راه هو خاصو يستافد منك، راه خاصك تلعب واحد عامين ولا ثلاث سنين باش يستافدوا منك الفرقه، ما جاتش. والحمد لله. وحاليا حاليا انت راضي العمل ديالك داخل الفريق ديال الرجاء البيضاويين، يعني اللاعب ديالك داخل الفريق راضي العمل ديالك داخل ديالو؟ والحمد لله دابا راه كما كنتش راضي على راسي، حيت ما كنتش بريباريت مع الفرقه، وبريباراسيون هي كل شيء ياك بديت العام. وبالنسبه لي دابا راه الحمد لله راه راضي مع هذا الخط التصاعدي الحمد لله، وباش نزيد الرضا خصني نعطي الفريق الرجاء البيضاوي الكشيء اللي كيطلبوا مني جمهور فريق الرجاء البيضاوي. وشنو هو العقد ديالك دابا حاليا اللي كاين مع الرجاء؟ المده ديالو انت تقدر يسالي اشنو كاين في العقد ديالك مع فريق الرجاء؟ كما كاع جميع العقود ديال اللاعبين الاخرين. كيفاش داير؟ هادي كيف كونترا احتراسية. المدة ديالو شحال تقريبا؟ المدة ديالو هو باقي لي عامين. باقي لي عامين. ومور عامين تقدر تفكر انك تغير اجواء؟ علاش لا، راه بنادم راه كيبغي الاحسن من الاحسن، راه بنادم راه كيبغي كيما عرفتي راه كورة راه المدة ديالها صغيرة، بنادم يحترف ويضمن مستقبله. انت واش تفكر انك تمشي للخليج ولا تمشي للفرق على تقلب على شي فرق اللي هما اجنبيه مثلا البطوله الفرنسيه البلجيكيه ولا الواحد واحد بعدا يخدم ويشاهد واللي جات راه مرحبا بها. اش نقول لك، اول حاجه ما كرهتش انا تجيني شي فرقه في اوروبا باش يطور الاداء ديالي. وتا الخليج دابا راه ولات بطوله احترافيه، ولاو كيجيبوا لعاب كبار وهذا الشيء، ولات عندهم بطوله صعيبه ومزيان. واخا سي صالح تنشكرك بزاف. عندك شي ميساج بغيت توصلوا للزوار ديال الموقع ديالنا، الجمهور ديال الرجاء، بغيت توصل لهم شي ميساج شي حاجه؟ كنبغي نطلبها من الجمهور فريق الرجاء البيضاوي بانه بعد محسوبين كيما قلت لك باش يبقاو يعيطوا في اللعاب وداك الشيء، راه اللعاب الله يحسنوا، راه اللعاب راه ما كرهش يلعب مزيان ما عرفتش باش يسعد هذاك الجمهور اللي كيجي للتيران. وبالنسبه لي انا كنبغي نقول للجمهور فريق الرجاء البيضاوي باش يجيب كثره هذه الناس هذه في البطوله الاخيره الدورات الاخيره باش يجيو ماشي يشجعنا ويخلونا ان شاء الله البطوله راه قويه تلعب. نتمنى باش ما يوقعش لنا مع العام اللي فات.